هل التدخين يا دكتور بيكون ممكن يكون سبب في المرض دوت؟ لا هو مش سبب، لكنه زي ما بنقول اذا كنت انت شخص سليم وصحي النهارده بتشرب سجاير فدي بتقلل مناعتك، لو الفيروس دخل عليك في اي لحظه هيلاقي يعني هيقدر يتغلب عليك بسهوله. تمام، لكن لو انت يعني هي المناعة هي رقم واحد. المناعه رقم واحد في لاي انسان لحمايته من اي مرض مش فيروس بس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك واشترك في قناتنا على يوتيوب الصحه شانل.